الترحيب بنجومنا على الطاولات، لكن بعد ان نسمع اصيل ابو بكر مشان ما اوقف كثير يا اصيل ونكمل الترحيب. تفضل. أيها السادة، جرت العادة أن نرحب أيضاً بمن قدموا من وراء الحدود ليكونوا ضيوف العرب الكبار على مهرجان ليبيا للإبداع. وأنا أستأذن أخي أصيل، ونحن اتفقنا أن يكون الحفل بدون برنامج، يعني كلكم نجوم وكلكم ضيوف، لكن اسمحوا لي بعد الترحيب على مدار سنوات قليلة رحبوا معي بالصوت الذي عاش معنا ليالينا الحالكة، الأستاذ مصطفى كامل.